دي ناس موجودين في اي بلاصه, وانه السباحه اليوم راهي ممنوعه في مختلف شطوط تونس من غير ما ناخذوا ريسك, نستحفظ على ارواحنا اهم شيء, وربي يحمي الجميع ويحفظ الجميع. بعدين صارت طرابلسي باش نمشيو الاستوس. استوس ناصر لاستوس اليوم باش تكون تهم الجماعة اللي يحبوا يقضيوا من السولد, وهي فرصة بالكدير. تسكن كنت تقضي من السولد ما أين الأموال؟ أنا إيش كنت ما يحبش معنا باش نعطيكم أفريات تعملوها باش ما تخسروش برشا فلوس وانتم ما تقضيوا من السولد, خاصة أنه يهم برشا ليزيتوديون. كما قلت لي قبيلة عفيف معلومة مهمة ياسر, أنه فما دبيشات بتاع الخريف, أنا مشيت شفت فما خريف وفما شتاء وأسعار هيلة برشا, خاطر احنا راهو توا الدنيا مازالت هنا كي نهبطوا للسولد نبداو مازلنا نلوجوا على حوايج الصيف, صحيح فهمت بون فما حاجات راهو, مي فما فرصه كبيره للشتاء. ما تنساش زاد عندنا دي زيتيديون كيما قلت ماشيين يقراوا لبرا, فما دي زيتيديون زاد ماشيين حتى بين الولايات ما عندهمش فرصه باش يقضيو كل شيء. خليني نقول لكم كيفاش تبداو. اول حاجه قبل ما تخرج من الدار, قبل حتى بنهايرين ثلاثه, اما نحددك الميزانيه نتاعك. قول انا مثلا من السولد باش نقضي من عرش 500 300 دينار اللي هو, من بعد حلك الكاردغوب نتاعك وابدا افرز الحاجات اللي ما تلبسهمش باش تعرف فريمون الحاجات اللي ناقصينك. كان ناقصينك اساسيات ولا كان ناقصينك جوست دي اكسسوار ولا غيره. راهو حاجه خايبه على الاخر كي نشري قطعه مانيش عارفه مع شنو باش نلبسها ولا مع شنو باش ننسقها. تقعد هكاك تلاوح. تقعد تتلاوح صحيح. ماذا بيا كيف نشري قطعه على القليله نكون حاطط في مخي باش نلبسها مع ثلاثه حاجات اخرين, باش نلبس بلازيغ باش نلبسها على القليله مع تخوا ستيل فيستيمونتيغ. هذيا اهم حاجه في الـ في الـ في لي سولد. بعد تعمل حتى غوشيغ سور انترنيت, تدخل على الباج ديوانا فهمت, تلقى فيديوهات صار طرابلسي, شوف لي انستغرام سارة انستغرام تعطيكم الدنيا كل تعرفوا فريمون لي توندونس اللي طالعين تويك باش ما تطيحش فيك البيج تاع راني شريت قطعه تراندي على الاخر وتتلبس السناء وكهو وتمشي على روح. فما حاجات تلبس تويك الصيفيه هذيا العام الجاي اللي بعده ما عادش تلبس. ناخذوا حاجات فريمون بازيك اللي تقادلنا ديما القطعات البازيك راهو نشبعوا فيهم نشبعوا فيهم خاطر تنسيقهم سهل مع برشا حاجات ومع قداش من ستيل لافيستيمونتيغ. ومن بعد نجي لك الميزانيه بتاعي اوتوماتيكمون نقسمها. انا مثلا ناقصيني سراول باش نحط لهم جوست 200 دينار سراول, ناقصيني دي بول نحط لهم 50 دينار هكاك نقسم. متفائله متفائله ناقصيني دي بول نحط لهم 50 دينار. ما احنا نعطيك 50 قداه باش تشري من بول ب 50 دينار يا مدام. يا عفيف هما راهم لي زاستوس هذوما ينفعوا للسولد في العيد, نمشي حتى بهم للفريب معناها حتى كي باش نمشي للفريب نجم نتبع الحاجات هذوما. بعد نختار فريمون الوقت والنهار اللي نمشي نقضي فيه. راهو معروفين لي ويكاند راهو باش نبداو دزني ندزك, الاسواق تكون معبيه, لي مول زاده كيف كيف, لي بوتيك ميم حتى اللي باش تلقاهم غادي كيبيعوا لك ماهمش باش يبداو مفرهدين وفرحانين بيك وشيخين بيك. ما يسالش خذ ستر نهار ولا نهار من عاد عارف في وسط الجمعه باش نمشي نقضي من اللي سولت واعرف شكون تهز معاك. هز معاك العبد اللي ينصحك مش اللي تبدا تلبس انت وياه كيف كيف, راهو ما عادش باش يخمم فيك ولا يخمم في روحك. فهمت. انا مثلا نكون ضعيفه وبوتيت وكل شيء لين نهز معايا صاحبتي اللي تلبس عكسي هكاك نجموا ننفعوا بعضنا اكثر فننصحوا بعضنا. انا غاديكا ما نخافش ناخذ القطعه نتاعي ندخل نقيسها نقلبها مليح مليح راهو ذوك ناخذ وقتي مش بزربه معناها هكا. ليتيكي اللي حاطينهم راهم في الدبشره ماهمش يلعبوا راهم فيهم. اذا كان القطعه تتحدد ما تتحددش كيفاش تتغسل, اذا كان انت ستيل بتاع الخدمه نتاعك ما عندكش وقت باش تقعد تحدد فريمون الشوميز. اقرا اقرا الحكايه هذيك اعرفها كيفاش تتغسل باش من بعد ما تطيحش في بيج تقول لي في ساعه كمشت لي هاي تقطعت لي هاي كذا. راهم مهمين على الاخر الاتيكيه هذوكم. واذا كان باش نشريو دبش لصغيراتنا ما نتعبوهمش ما نهبطوهمش معانا ما نهبطش معايا. يقيسوا كيفاش يعملوا نهز قطعه من عند صغيري, نهز سرويلو نهز مريولو نهز لها روبتها نهز حتى الصباط نتاعها تتكلف لي خير برشا خاطر صغير راهو يعيا يقلق ويفد ويولي يقول انا مثلا صارت معايا الحكايه تقلق وتفد وتقول لك ليش تقضي روحنا للدار مثلا تطلع ضيقه عليها. لا نخليو صغيراتنا ولا مش عاجبتها جمله ومن بعدك تقول لك وهي غير خاطرها تعبت وفدت وما عادش تحب الدور. زاد كيف كيف اللي راجلها يقعد يقنقن عليها ويقول لها وما ينجمش يدور معاها برشا ويقضي معاها برشا زاد كيف كيف ماذا بها
عليها تستغنى عليه، تحاول تمشي وحدها كما قلت هي والصديقه هذيك. ما ناخذوش الالوان الفلاشي على الاخر، راهي الطوندونس بتاعهم ما تدومش. نمشيو اكثر في الاولد موني ستايل، في لي بيج، حاجه البلون لي نوار، في لي امبريمي نمشيو لي غيور بالطول والا بالعرض، نختاروا الحاجات هذيك. ما نختاروش حاجات فيها لي لوغو اللي يكونوا الكبار والواضحين الكتيبه وكل الصور وكل صحيح، وخاصه انك لي لوغو مثلا تقول باش نلبس فاندي وكذا، لي راهي الحكايه هذيك في ساعه وقتها يتعدى وفي ساعه تموت. واهم حاجه ناخذوا حاجه تويتي بدنا، تويتي لون البشره نتاعنا واحنا مرتاحين فيها، وتويتي مكتوبنا اكيد جدا. انا تعرف صار لي والله، حصلت حصلة هي بيدها، مشيت نعمل في دورة أنا وبنتي باش تاخذ قطعات للشتاء، مشينا باش نشوفوا على خاطر السولد جاي، دونك قلنا نمشيو نشوفوا شنو اللي فما ديسبونيبل باش من بعد وقت اللي يبدا فما سولد خاطر الدنيا تبدا معبيه، نعرفوا روحنا وين ماشيين بالضبط، شفت النظام وين ماشيين بالضبط وشنو القطعات اللي باش ناخذوها. واحنا ندورو والدنيا فارغة، ويكاند الدنيا فارغة، العباد تستنى في السولد، العباد ما زالت تبحر. يا أخي يجيوني لي فوندوز، كل مره تجيني وحده تقول لي بدينا لي فونت بريفي مدام، بدينا لي فونت بريفي. حصيله دونك سي ولينا قضينا وقتها، مي فريمون سي بدي سولد، مي لي فونت بريفي ما هما يقولوش عليهم قبل بنهارين ولا ثلاثه، دونك ما نعرفش كان عندي زهر ولا ما كانش عندي زهر. المهم خذيت قطيعات استفدت بهم، هذيك اهم حاجه. وي وي نورمالمون نورمالمون، خذينا قطعات استفدنا بها. يعطيك الصحه ساره، ميرسي بوكو. أستيوس. نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم من بعد شوية، خليكم معنا. هذي ويكند على الكيف حتى النص نهار.